السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنجدد اللقاء بكم في واحد الموضوع جديد، بواحد المنتج جديد اللي هو منتج اس ام لابوغاتوار ديرماتولوجيك لاغام ديوليس. هاد ديوليس هذا اللي غادي نهضر لكم اليوم عليه هو الكونتور دي زيو، يعني كريم، عبارة عن كريم مرطبة ضد التجاعيد حول العينين وانتفاخات والسواد الذي هذا يتمحور في هذه المنطقة هذه اللي تكون هي حساسة بشكل خاص. فهذه المنطقة معروفة أنها منطقة حساسة، يعني كما قلت لكم اللي هي منطقة العينين، فالتعامل معها خاصة تكون بواحد الثبات باش تحافظوا على المنطقة ديالكم من الأضرار اللي تقدر تصيبها. فيسهل هاد المنطقة ديال العينين، يسهل تمييزها بالتعب والتقدم في السن إلى ما عرفتوش تتعاملوا معها. فلذا أنا جبت لكم واحد المنتج اللي غنوريه لكم دابا قبل ما نهضر عليه ونقول لكم المميزات ديالو والعناصر هذا المكونات الرئيسية فيه باش وطريقة الاستعمال باش نكون هضرت عليه بصفة عامة. فالشكل ديالو هو هذا اس ام ديوليس لاغام ديوليس، صنع بفرنسا، يتوفر على 15 ام ال 15 مليلتر، وهو علاج كامل ضد التجاعيد، الهالات السوداء والانتفاخات المحيطة بالعين. ايضا هو يصلح لجميع انواع البشرة، يعني الحساسة ايضا والعادية وجميع انواع البشرة. هو هذا فطريقه الاستعمال ديالو غادي نوريها لكم باش تحافظوا على منطقه العين ديالكم، لانها كما قلت لكم حساسه جدا. فهو لابواتوار اس ام ديرماتولوجيك ديوليس لاغام ديوليس، هذا لو كونتور دي زيو، كريم منطقه العينين. فكما وريتكم لابوغاتواغ اس ام عندها واحد لو برودوي، واحد المنتج اللي تيتمشى بزاف في الساحة الصيدلانية والساحة شبه الصيدلانية، ومشكور من طرف الزبناء، يعني الأغلبية ديال الزبناء اللي تيبغوا يعتنيو بالمنطقة المحيطة بالعينين ديالهم تيلتجؤوا ياخذوا هاد المنتج هذا اللي تيتعطى في هذا، تيعطيه طبيب الجلد بصفة يعني دائمة، واللي تيتوفر على مميزات اللي غنذكرها لكم دابا. فهاد المميزات هذه هو انه غني بفيتامين سي المستقر، وايضا غني بلا فيتامين او، ايضا فيه بيبتيدات وفيه عوامل اخرى مرطبه ومعده للتشكيل باش تتعالج هاد المنطقه هذه من الاصابات اللي قد تصيبها من تعب ومن سواد ومن انتفاخات. فتعمل هاد المنتج هذا على تصحيح علامات الشيخوخه الجلد بشكل مرئي، ويقضي على انتفاخات والسواد المحيط بالعين، وتصبح النظره ديال العين جميله ومشرقه. فهاد العلاج كما قلت لكم في الاول انه علاج كامل للمنطقه المحيطه بالعين، ويصلح لجميع انواع البشره. وطريقه الاستعمال ديالو تستعمل صباحا ومساء. الناس اللي بغاو يستعملوه صباحا فقط ولا مساء فقط ممكن، ولكن من الاحسن لكي تحصلوا على نتيجه يعني مرضيه وسريعه، من الاحسن ديروه صباحا ومساء، وتنكم بطبطبات خفيفه. يستعمل بواحد الطريقه، يعني بطبطبات خفيفه من الداخل الى الخارج حول العينين، حول منطقة العينين بحال هكا، طبطبات هكا باش ما تزيدوش تخرجوا التجاعيد والمشاكل في البشرة ديالكم المحيطة بالعين ديالكم. فطبطبات من الداخل إلى الخارج، كذلك من الفوق، من طبطبات من الداخل إلى الخارج. فحاولوا أنكم تستعملوا هذا المنتج هذا ديوليس ديال لابوغاتوار اس ام، فهو يعني فعال ضد هاد المشاكل التي قد تصيب العين، مما تظهر العينين في تعب شديد. إذا نتمنى أنكم تجربوا هذا المنتج هذا ديوليس لابوغاتوار اس ام، اللي هو مشكور من طرف أطباء الجلد ومن طرف كذلك الزبناء اللي استعملوه ورضوا على النتيجة ديالو،
وفي الصراحة تيخرج يعني هو تيخرج بزاف في هذا في الساحة هذا في البيع ديالو في هذا في ساحة العلاج ديال البقع السوداء والانتفاخات والتجاعيد ديال المنطقة المحيطة بالعين. لذا تنصحكم أنكم تجربوه باش تحصلوا على هاد الامتيازات اللي فيه. وشكرا.